اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا. طبتم وطابت أوقاتكم سادتي الحضور الكرام، أهلا ومرحبا بكم وملتقانا الأسبوعي العاشر الذي يقام من على قاعة معهد الدراسات العليا في النجف الأشرف، وإن شاء الله في كل ملتقى سيكون هنالك بحث جديد يقدمه أحد الإخوة الحضور الكرام المشاركين في هذا الملتقى. واليوم إن شاء الله سيقدم لنا بحثا جديدا ومميزا من الدكتور الأخ الدكتور علاء السالم عميد المعهد الذي قدم سابقا بحثا مميزا أيضا، فباسمكم نحيي ونرحب الدكتور علاء سالم. حياكم الله دكتور، تفضل. حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله دكتور، أهلا وسهلا بكم. اليوم إن شاء الله على حسب ما نشاهد من اسم البحث جدلية الثابت أو المتغير أو الصراع بين الأصالة والمعاصرة، إن شاء الله نلمس فكرة جديدة قد تطرح كما عودتنا في قضية الجذب الفكري التي طرحت لأول مرة. فنترك لكم منصة دكتور ونستمتع معكم بالبحث، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أحبتي الحضور في هذا الملتقى. عنوان الحلقة اليوم جدلية الثابت والمتغير أو الصراع بين الأصالة والمعاصرة. إشكالية نشأت منذ القدم بقدم التفكير الفلسفي لدى الإنسان، سواء كانت الفلسفة الدينية أو الفلسفة المادية، كيف يرتبط المتغير بالثابت؟ لهذا الإشكال أوجه متعددة، إلا أننا نخصص الإشكالية من حيث وجهة النظر الدينية أو ارتباطها بالدين. الدين كما هو واضح يعني الأصالة ويعني الثبات. الدين يساوي الأصالة ويساوي الثبات، في حين أن الإنسان يساوي التغير والتجدد باعتبار أنه كائن يرتبط بالزمان والمكان، وبالتالي فهو متجدد على مستويات عدة، على مستوى الثقافة أو على مستوى العلاقات الاجتماعية أو على مستوى العلاقات الشخصية وما شابه، فهو إنسان أو كائن متطور ومتجدد. يراد من الإنسان بحكم أننا متدينين، يراد بالإنسان أن يرتبط بالدين. الدين يعني الثبات، يعني الأصالة. الإنسان يعني التغير ويعني التجدد. كيف يرتبط هذا المتغير بالثابت؟ كيف يمكن لهذا الكائن المتجدد على كل المستويات والمتغير على أصعدة متعددة أن يرتبط بشيء هو ثابت وأصيل؟ أما كيف نشأت هذه الإشكالية عند المسلمين؟ باعتبار نحن مسلمين يهمنا أن نطرح هذه الإشكالية والحلول التي تقدم لها بصفتنا مسلمون ومؤمنون بالله وبمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا تتفاجأوا أحبتي إذا ما عرفتم أن سبب نشوء الإشكالية وهذه الجدلية الفكرية لدى المسلمين بالذات هو القول الخاطئ والتفسير الخاطئ الذي قدم لختم النبوة. هم ماذا قالوا؟ هم قالوا أن هذا الإشكال يعد أحد نتائج القول بختم النبوة، بمعنى انقطاع الوحي. ومن يراجع للمفكرين أو للكتاب والمؤلفين الإسلاميين سواء في العصر الحالي أو ما سبقه يعرفون أنهم فسروا ختم النبوة بمعنى انقطاع الوحي، فلا يوجد ارتباط بالسماء ولا اتصال بالغيب بعد رحلة النبي صلى الله عليه وآله، وبالتالي بقي الدين ثابتاً، بقي الدين أصيلا، بقي الدين غير متصل بما وراء المادة. وإذا كان الاتصال بالسماء منقطع والإنسان بعد رحلة النبي صلى الله عليه وآله، هل هو ثابت أم هو متغير؟ أكيد متغير، أكيد متغير على كافة الأصعدة. فكيف ينسجم أن يرتبط الإنسان بدين قد انقطع الاتصال بالوحي بعد رحلة النبي الخاتم، كما هم فسروا الخاتم بانقطاع الاتصال بالغيب وأن لا يوجد اتصال وارتباط بالسماء؟ من هنا نشأت الإشكالية لدى المسلمين. أما كيف تعاملوا
أو تعامل المفكرون سواء كانوا إسلاميين أو غير إسلاميين مع هذه الجدلية والإشكالية. سنأتي في البداية إلى اللادينيين الذين يتنكرون للدين، بالتأكيد هم طبلوا لمثل هذا الإشكال وجعلوه، حولوه من إشكال إلى أحد وسائل الطعن بالدين، وبالتالي صوروا أن الدين غير قادر على قيادة الإنسان وجعل الدين ملبيا لطموحاته المتجددة والمتغيرة. هم قالوا يكفي هذا الإشكال لنسف الاعتقاد بالدين اللي هو غير قادر على مواكبة الإنسان ومسايرته. الإنسان بحاجة إلى شيء يلبي طموحه ويلبي احتياجاته، ولما كانت هناك احتياجات متجددة باستمرار كما هو مشهود الآن في العصر الحاضر، الدين باقي على ثباته وعلى جموده وعلى أصالته اللي نصوصة تخاطب أقوام قبل 1400 سنة، وبالتالي كيف يصلح أن يخاطب إنسان العصر الحالي؟ فجعلوا من هذه الإشكالية سبيلا للطعن بالدين. بالنسبة إلى علماء الأصول السنة أيضا قالوا نعم نعترف بوجود إشكال وبحاجة إلى حل، لكن ما هو الحل الذي قدموه؟ قالوا نقترح، وأسسوا على ضوء هذا الاقتراح عدة منظومات جعلوها سبيلا لجعل الدين مواكبا لتطور الإنسان. خذ مثالا سد الذرائع، هذا المبدأ الأصولي اللي يدرس في علم الأصول، أو المصالح المرسلة، أو مثلا القياس وما شابه. هذه الأدوات تم اختراعها وإضافتها للدين لجعله مواكبا لتطور الإنسان وحياته المتغيرة. ولولا اعتقادهم بأن الدين على ما كان موضوعا عليه في زمن النبي صلى الله عليه وآله، لولا اعتقادهم بأنه غير قادر على تلبية طموح الإنسان وتجدد حياته لما اخترعوا هذه الأدوات الجديدة، وهذا أمر بديهي وواضح. وإلا لو كانوا يعترفون أن الدين اكتمل وأيقنوا بقول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم، وأيقنوا بهذه الحقيقة على المستوى الخارجي، إذن ما الداعي أن يخترعوا أدوات وأسس استنباطية جديدة لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وآله؟ اختراعهم لهذه المنظومات الأصولية اللي تساهم بتشريع أحكام، يعني شنو؟ يعني أن الموروث الديني اللي عندنا غير كافي لتلبية حاجات الإنسان، سد الذرائع والمصالح المرسلة والقياس وما شابه. هكذا تعاملوا وقالوا نحن نحل الإشكال، لكن من جهة إضافة أدوات جديدة، ولولا إضافة هذه الأدوات الجديدة الدين غير قادر على مواكبة حياة الإنسان. طيب، بعض علماء السنة والشيعة وتحديدا المفكرين منهم قالوا نواجه هذه الإشكالية بتقسيم الدين إلى قسمين، قسم الثابت اللي يخص المسائل الاعتقادية، وقسم المتغير اللي يخص الفروع، فروع الدين والتشريعات والمعاملات وما شابه. وبالتالي هم قالوا هكذا نحل الإشكالية بتصوير جزء من الدين قادر على تلبية حاجات الإنسان ولتكن على مستوى الشريعة، أما المستوى العقائدي فهو ثابت، ونعترف أن المستوى العقائدي جامد وأصيل ولا يمكن أن يحصل عليه تغير وما شابه. هم تصوروا أنهم بتقسيمهم للدين إلى مجموعة من الثوابت ومجموعة من المتغيرات، أو قل الأصول الثابتة والفروع المتغيرة، هم تصوروا أنهم قد حلوا هذه الإشكالية، والإشكالية بالحقيقة لا زالت باقية كما سنعرف. اتجاه رابع تعامل مع هذه الإشكالية، قالوا نفتح مجال لكي يتمكن المفكرون من تجديد قراءة النصوص الدينية، فحولوا الدين إلى مجموعة قراءات. يعني شنو؟ يقول نأتي إلى الموروث الديني، ليس بالضرورة أن نحكم عليه بكله أنه قادر وأنه صحيح وقادر على الأخذ بيد الإنسان باتجاه التطور والمعاصرة وما شابه، بل يحتاج هذا الموروث إلى غربلة. وأكيد غير خافي عليكم، وأنتوا أغلبكم يعني طلبة علوم دينية وباحثين، غير خافية عليكم بعض التصورات والتوجهات والأقوال اللي تقال الآن أن الموروث الديني بحاجة إلى من؟ إلى غربلة.
يعني شنو؟ يعني الدين بالشيء الموجود الآن غير قادر على تلبية متجدد الإنسان ومتغيرات الإنسان وتلبية طموح الإنسان، بل لابد أن يغربل هذا الدين وهذا الموروث وهذه النصوص وتفلتر ويؤخذ منها ما يساهم بتطوير الإنسان أو ما ينسجم مع متطلباته، أما الباقي فهو ليس من الدين في شيء. طبعا تجدد القراءة أو فتح المجال لتعدد القراءة هذا يدعو إليه البعض الآن حتى ممن ينتسب إلى الخط الشيعي فضلا عن الاتجاه الآخر، ويقولون أن تجديد القراءة والدعوة إلى فتح هذا الباب ليس فقط على مستوى الرواية، حتى القرآن، أن بوسعهم أن تمنح لنا الصلاحية أن نفهم القرآن وآيات القرآن واستخراج مفاهيم ربما جديدة ليست مشار إليها فيما سبق، وبالتحديد ممن يدعون الإيمان بأئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. إذن هذه أربع اتجاهات تعاملت مع هذه الإشكالية. رح نأخذ مثال قبل أن نقيم هذه الأقوال حتى ما تكون يعني تقييمي أو ذكري لكلماتهم أو لمجمل توجهاتهم ما يكون خالي من البرهنة. رح نعرض بعض كلمات ومواقف علماء الشيعة بالذات المتأخرين في التعامل مع هذه الإشكالية. الكلمة الأولى للشيخ مكارم الشيرازي صاحب تفسير الأمثل، يقول يمكن الإجابة على هذا السؤال، يقصد ارتباط المتغير بالثابت، ارتباط الإنسان بمجمل متغيراته بمن؟ بالدين. يقول يمكن الإجابة على هذا السؤال جيداً بملاحظة المسألة التالية، وهي أنه لو كان لكل قوانين الإسلام صفة الجزئية وأنها قد عينت أو عينت لكل موضوع حكماً جزئياً معيناً لكان هناك مجال لهذا السؤال. لو كانت كل قوانين الإسلام وتشريعات الإسلام إلها صفة الجزئية، لو كانت كلها عبارة عن تشريعات، هو راح يقسم الدين إلى أصول وفروع، إلى مجموعة من الثوابت والمتغيرات كما قلت لكم. يقول أما إذا عرفنا بأن في تعليمات الإسلام سلسلة من الأصول الكلية الواسعة والتي تقدر على أن تطابق الحاجات المتغيرة للإنسان وتؤمنها، فلا يبقى مجال لهذا الإشكال. إذن هذا كما قلت قبل قليل أن واحدة من الحلول التي قدمت قسموا الدين إلى مجموعة من المتغيرات وهي الشرائع ومجموعة من الثوابت وهي الأصول، وتصوروا بذلك أن الإنسان ممكن بجنبته العقائدية يرتبط بالدين وإن كانت جنبته الشرعية متغيرة، وهذا تصور منه يعني تصور أنه يستطيع أن يحل الإشكال. الكلمة الثانية للشهيد مطهري رحمه الله في كتاب له اسمه ختم النبوة، هذا الكتاب مترجم ترجمة عبد الكريم محمود منتشر في لبنان. يقول مطهري لأجل التغلب على الإشكال عرض مطهري فكرته في إثبات خلود الإسلام وقدرته على مواكبة متغيرات الإنسان، وكانت خطة الشيخ مطهري متضمنة لعدة نقاط كان منها، والكلام له الآن، يقول لابد أن نقبل العقل مصدرا للتشريع، فما لم نقبل العقل مصدرا للتشريع لا يستطيع الدين أن يواكب تطور الإنسان. خلي بالك يمي، إذن يقترح عدة حلول. الأول قبول العقل مصدرا للتشريع، اثنين تتصف تعليمات الإسلام بالشمول، ثلاثة القوانين الثابتة لابد أن نعترف بها، أربعة قواعد حق الفيتو كما هو يسميها الآن سأبينها بعد قليل، وصلاحيات الحكومة الإسلامية والاجتهاد. إذن خلي بالك وياي، مطهر اقترح أن يضاف للدين الاجتهاد، أن تمنح للحكومة الإسلامية صلاحيات كانت ممنوحة إلمن للمعصوم، ثلاثة أن تؤسس قواعد أطلق عليها باسم قواعد حق الفيتو. مثلا يقولون واحدة من قواعد حق الفيتو كما هو يصور مثلا قاعدة لا ضرر، هذه القاعدة ممكن أن تنسخ وتسلب لك بعض الأحكام الثابتة، واضح شلون؟ فكون يعني هذا اللي يعبر عنه بالأصول القواعد الفقهية الحاكمة اللي تتحكم بأمور فقهية أخرى. مثلا أنت من حقك أن تشتغل مثلا وتعمل، لكن تأتي لك قاعدة باسم كما يسميها مطهري حق الفيتو، يعني لا ضرر، يعني أن لا تضر الآخرين بعملك. هذه قاعدة لا ضرر تكون حاكمة على مجموعة
القواعد الشرعية أو الأحكام الشرعية البقية. فهذه لابد أن تفعل حتى تستطيع أن تلبي حاجات الإنسان المتغيرة، لأن هذه قواعد كلية أساسية ممكن أن تتحكم ببقية التشريعات الإسلامية وقد تغير مسار الحكم، وهذا اللي قصده. لكن وحدها غير كافية لتلبية وجعل الدين صالحا لمواكبة حياة الإنسان، لذلك أضاف لها الاجتهاد، وأضاف صلاحية للحكومة الإسلامية أن تكون لها صلاحية كصلاحية المعصوم، وأيضا اعترف بتقسيم الدين إلى ثابت ومتغير. هذه كلها أدوات أضيفت إلى الدين لجعله أو لتصوير أنه قادر على تلبية حاجات الإنسان. سؤال أثيره وعليكم الإجابة، أنا ما راح أجاوب. لو كان أصحاب هذه الكلمات يعترفون بأن الدين كامل كما قال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم، هل احتاجوا إلى التنظير إلى هذه القواعد؟ لماذا نظروا إلى هذه القواعد وقواعد حق فيتو وصلاحيات المعصوم تمنح لغيره واجتهاد اللي ينتج أحكام ظنية كما هم يصرحون؟ هم قالوا بذلك لماذا؟ أو مناسبات الحكم والموضوع كما هو معروف في علم الأصول أن الأحكام تتغير وفق مناسباتها. هم قالوا بذلك ونظروا لذلك، هو اعتراف ضمني منهم أن الدين غير مكتمل. زين، كلمة ثالثة وأختم هذا المحور، هي كلمة للشهيد محمد باقر الصدر رحمة الله تعالى عليه. اقترح حلاً أسماه بمنطقة الفراغ التي يتمتع المجتهد الجامع للشرائط بصلاحية ملأها ليخفف من وطئ المشكلة. قال أكو منطقة فراغ لابد أن تمنح. لماذا؟ هذه تتجدد بتجدد الزمن، لم يملأها الدين السابق، لم يملأها الموروث الديني. وهذه منطقة الفراغ تمنح صلاحية ملأها علما للمجتهد الجامع للشرائط. طيب، هاي ثلاث نماذج، وأعتقد هكذا تعامل البقية، لأنه هؤلاء كبار المفكرين الإسلاميين الشيعة في العصر الأخير. الآن بودي أن أعلق تعليقات ولو سريعة وأناقش معكم الحلول المقترحة التي قدمت من قبل المفكرين الإسلاميين وخصوصا الشيعة. أقول تفسيرهم لختم النبوة من قطاع الوحي بعد النبي صلى الله عليه وآله غير صحيح، وبالتالي الداعي لنشوء الجدلية والإشكالية باطل بالمرة، والحلول التي قدمت هي باطلة بطريق أولى، لأنها بنيت على إشكال. هذا الإشكال ناشئ من تصور خاطئ لمفهوم عقائدي خطير وهو تفسير ختم النبوة، وبالتالي كل ما بني على تفسير خاطئ فهو خاطئ، بل قل كل ما بني على باطل فهو باطل. التصور الصحيح لختم النبوة لخصه السيد أحمد الحسن صلوات الله وسلامه عليه في كتاب اسمه النبوة الخاتمة، وبين هذا المعضل حتى نعرف قدر هذا الإنسان الإلهي العظيم. ولماذا ابتدأ بهذه المواضيع؟ لأنها بنيت عليها مسائل فكرية كثيرة وحساسة لا تمت إلى دين الله بصلة. إذن التفسير خاطئ، وبوسع الجميع أيضا مراجعة كتاب الكافي وكتاب بصائر الدرجات للصفار ليجدوا عشرات الروايات التي دلت على أن الوحي بعد محمد صلى الله عليه وآله مستمر، وأن آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم ما برحوا تتلقاهم الملائكة صباحا ومساء، وما برح آل محمد بعد جدهم صلوات الله وسلامه عليهم من يتلقاهم روح القدس الأعظم ليسددهم في كل آن، وما برح قول الله تبارك وتعالى في سورة القدر في صريح ونص واضح تتنزل، هم يقولون فعل مضارع ويدل على الاستمرار، وبوركت سيدي يا باقر العلم لما قلت ما حاجشتم بسورة القدر أحد إلا وحاجشتموهم. إذن صريح القرآن الكريم وصريح روايات محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم تدل على أن الاتصال بالغيب مستمر ولا أقل بالنسبة إلى سادة الخلق بعد جدهم وهم آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أين نذهب بعشرات الروايات أيها الكرام؟ بل لا تتفاجئ إن علمت أن لك أنت أيضا باب الوحي مفتوح ولو بنسبة ما، وإلا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول وكان طالما يلتفت إلى أصحابه بعد صلاة الصبح ويقول هل من مبشرات، أو قطعت النبوة إلا المبشرات.
إذن جزء من الوحي لا زال مفتوح لنا نحن الناس البسطاء الفقراء المساكين، فما بالك بآل محمد. إذن أرجع تفسير لختم النبوة اللي منه انطلق المفكرون الإسلاميون سنة وشيعة لإجابة الإشكال، تفسير خاطئ، وما بني على الخطأ فهو خطأ، أو ما بني على الباطل فهو باطل. اثنين، اقتراح أدوات تمنح الدين صلاحية المواكبة، كما بالنسبة للسنة اقترحوا سد الذرائع، اقترحوا المصالح المرسلة، اقترحوا القياس، بالنسبة للشيعة اقترحوا الاجتهاد كما سمعناه قبل قليل، اقترحوا منطقة الفراغ، اقترحوا منح صلاحيات لغير المعصوم تمنح له صلاحيات المعصوم، اقترحوا أن يقسموا الدين إلى ثابت ومتغير هكذا بلا دليل، اقترحوا. هذه الاقتراحات هي اعتراف ضمني صريح منهم بعدم اكتمال الدين، وإلا لو كانوا يعتقدون يقينا أن الدين مكتمل ما كانوا بحاجة إلى هذه الاقتراحات. هذا أيضا مناقشة ثانية. المناقشة الثالثة أحبتي، حصر الحل بالتوجه إلى القانون الإسلامي وحده غير صحيح. احنا استمعنا الى كلمات الان بعض العلماء، هم توجهوا الى ماذا؟ توجهوا الى القانون الاسلامي، الى التشريع الاسلامي، هكذا خلوني اقول، الى النص الاسلامي، وحاولوا ان يقسموه الى ثابت ومتغير، حاولوا ان يعطوا صفات لهذا النص، شموليه مثلا او حقوق فيتو وما شابه. اذا النظر وين منصب؟ النظر منصب فقط على النص، النظر منصب فقط على القانون، النظر منصف فقط على التشريع. وأنا أقول لهم لو استمروا ملايين السنين في تصوير وإعطاء صفات للقانون لما وصلت صفة الاكتمال للدين أبدا، وما يستطيع الدين أن يقود الإنسان وأن يواكبه أبدا. النص يتصف بالعجم، يعني بالصمت، بالسكوت، وهيهات أن يستطيع نص ساكت أن يأخذ بيد الإنسان ويواكب كل متغيراته. لابد من رديف لهذا النص، من نطق. القانون وحده لا يكفي لقيادة الأمم والشعوب، لابد بحاجة إلى خبير قانوني ينضم إلى القانون، فتكون هذه الثنائية اللي هي عبارة عن قانون زائد خبير قانوني منفذ لهذا القانون، يستطيع بعد ذلك الدين أن يأخذ بيدك باتجاه الله وباتجاه سعادتك في الدارين. أما كل الجهود اللي تبذل ولو صرفوا ملايين السنين ما استطاعوا ولم يستطيعوا أن يجعلوا من الدين مواكبا لحياة الإنسان. واضح كيف؟ إذن هذه راح تفتح لنا نافذة للحل اللي راح نقدمه الآن، بناء هذا الحل مستفاد من كلمات السيد أحمد الحسن صلوات الله وسلامه عليه. الحل الصحيح يا إخوان لإشكالية وجدلية الثابت والمتغير، كل ما قيل سمعتموه، والمؤاخذات كثيرة عليه، ولولا يعني خوف الإطالة لشرحت القضية بالتفصيل. الحل بكلمة واحدة، أن نعترف أن الدين يساوي حاكمية الله، والتي تعني أن القانون والمنفذ كلاهما إلهيان. لابد أن نعترف بهذه الحقيقة. وإذا ما أردنا أن نفصل هذه الحقيقة أكثر، لو أردنا أن نصور الدين عبارة عن هذه الدائرة، فلا بد أن نعترف أن الدين عبارة عن نصفي دائرة، نصف منها لقانون أساسي يمثله القرآن الكريم، النصف الآخر لا بد من وجود خبير قانوني يمثله على مستوى الرسالة الخاتمة محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن حتى يكتمل إيمانك أيها المؤمن لابد أن تأخذ بنصفي الدائرة، أو شيل النصفين، خلي الثقلين كما قال محمد صلى الله عليه وآله، إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. كتاب الله يعني القانون الأساسي، يعني الدستور الخالد، وعترتي أهل بيتي يعني الخبير القانوني، يعني الخبير الإلهي، يعني الولي الناصح الذي بإخلاصه استطاع أن يكون رديفاً للقرآن، وبالتالي هو هذا الدين كله. على مستوى القرآن الكريم الله تبارك وتعالى يقول لحبيبه محمد ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء. إذن لا توجد مشكلة وقصور على مستوى الكتاب، أنه حاول لكل أساسياتك التي تحتاجها يا ابن آدم، فالدين هو وجد لكي يأخذ بيدك
إلى الله تبارك وتعالى. وإلا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إذن على مستوى القانون فيه تبيان كل شيء، على مستوى الخبير القانوني هم قالوا صلوات الله وسلامه عليهم أن لا تخلو الأرض منا أو من واحد منا ولو لحظة. محمد بن حكيم يقول دخلت على الرضا صلوات الله وسلامه عليه، قلت له سيدي هل تكون الأرض أو توجد الأرض بلا حجة؟ قال ويحك، إذن لساخت بأهلها، لساخت بأهلها، تسيخ بأهلها رغم وجود القرآن، رغم وجود النصف، رغم وجود الثقل، لكن تسيخ لأنه لا يوجد خبير قانوني ويعطي لهذا القانون دوره وحقه. وإلا هل أخذ القرآن دوره لما وقع بيد المنظرين الوهابيين اليوم؟ أكو مشكلة بالقانون؟ القانون ما لم ينضم إليه خبير قانوني يتحول إلى وسيلة لتلبية الأهواء والمصالح والشيطنة التي تدور بالنص وفق الأهواء والمصالح، فيتحول إلى وسيلة للعبء. واضح؟ إذن على مستوى القرآن الكريم تبيان لكل شيء، على مستوى الخليفة أو العدل القرآن الثقل الآخر لا تخلو الأرض من واحد منهم إلى يوم القيامة كما هو واضح في عشرات النصوص. النتيجة بكلمة واحدة، الكتاب المبين لكل شيء زائد الخبير القانوني أو قل الحجة الموجود في كل زمان يساوي مواكبة الدين للإنسان إلى نهاية المطاف. أي تصوير آخر غير هذا فهو حكم على الدين بالفشل في قيادة الإنسان إلى سعادة الدارين. فما لم تؤمن بالدستور والقانون الإلهي وتؤمن أيضا في ذات الوقت بالخبير القانوني الذي يفعل فقرات هذا الدستور، لا تستطيع أي محاولة أن تصور مواكبة الدين لمتطور حياة الإنسان. إذن إشكالية الثابت والمتغير تنشأ عند من؟ عندما لا يؤمنون بوجود حجة في كل آن ينضم إلى القرآن ويبين ما يريده الله تبارك وتعالى. أما إذا كان في كل زمن يوجد حجة وتوجد لديه كل الحلول للمستجدات المستجدات والمتغيرات التي لها جذور في السابق وهو يفعلها لأنه خبير قانوني كما قلنا، إذن هل يوجد شيء طارئ لا يستطيع خليفة الله أن يحله للإنسان؟ أبداً. وبهذا تكون المواكبة. إذن بقيت فقط تنبيهات سأعرض لها باختصار وأعتذر من الإطالة. التنبيه الأول، من حيث الجوهر أحبتي بالنسبة لي شخصيا، وأكيد أنتم استمعتوا وإن كان البحث يحتاج إلى وقت أطول، من حيث الجوهر واللب والحقيقة أن مقولة حسبنا كتاب الله تساوي مقولة من يريد أن يصور أن القانون الإسلامي وحده قادر على مواكبة الإنسان. التنبيه الثاني، أحبتي اللي مبتني على البحث، أن من يريد أن يؤمن ويختار الإيمان بخلود الإسلام وقدرته على مواكبة الإنسان، من يريد أن يؤمن بهذا فعليه لزاما أن يؤمن بوصية رسول الله محمد صلى الله عليه وآله ليلة وفاته. وإذا تنصل على الوصية فهو حكم على الدين بالفشل ولا يستطيع أن يواكب حياة الإنسان المتجددة. فليختر الإنسان المؤمن والمنصف أحد هذين الخيارين، وأكيد أن المؤمن لا يختار غير الإيمان بالدين وقدرته على مواكبة حياة الإنسان إلى آخر لحظة على هذه البسيطة. وهذا إذن لا يكون إلا بالإيمان بوصية محمد صلى الله عليه وآله في ليلة وفاته، لأنها ببساطة تذكر الأوصياء من بعد محمد من أولهم وحتى اليوم الأخير، بل قل إلى يوم القيامة. التنبيه الثالث، أحبتي، وإن كان هذا وحده يحتاج إلى ملتقى لكن فقط أثير إثارة، إن غياب المعصوم وحصول زمان فترة واستتار الحجة على الناس أو عن الناس لا يعني بحال، لا يعني أبداً عدم مواكبة الدين وقيمه الحقيقي لحاجات الناس المستجدة، أبداً لا يذهب بالك إلى هذا أبداً، بل العكس هو الصحيح تماماً، لأن الناس هم السبب الحقيقي في غيبة المعصوم كما أوضح السيد أحمد الحسن
عليه السلام في بحثه آية إكمال الدين، ومن أراد التفصيل فليستمع للبحث المبارك. التنبيه الرابع: لا تخفى عليكم اليوم المظاهرات اللي تجري في العراق، والملخص واضح. إما أن يكون الفساد فساد في القانون الذي شرع وأريد له أن يحكم الإنسان، وأما فساد على مستوى المنفذ. أما إذا اجتمع الفسادان فويل لأمة اجتمع فيها فساد القانون مع فساد المنفذ. نصيحة مني ومنا جميعا باعتبار احنا جزء من هذا الشعب، إنما يشهده العراق اليوم من مظاهرات ضد الفساد القانوني زائد الفساد التنفيذي لا يمكن علاجه باستبدال فاسدين بغيرهم وفق منهج حاكمية الناس. ماكو ضمان أبدا، الضمان عرفناها وعرفنا شيء منه، الضمان لا يكون إلا بقانون معصوم زائد منفذ معصوم. إذن أيها العراقيون، علاجكم لمشاكلكم كلها تكون بالرجوع إلى حاكمية الله، يعني أن تؤمنون بالقانون زائد المنفذ، كلاهما من الله، والقانون والمنفذ موجودان بفضل الله اليوم بوجود وصي ورسول الإمام المهدي السيد أحمد الحسن صلوات الله وسلامه عليه. تنبيه الأخير: بعد أن عرفنا أن الإشكالية والجدلية قائمة على تفسير خاطئ لختم النبوة، أنا أقدم هدية للسادة المشاهدين كتاب ختم النبوة، نبوة محمد صلى الله عليه وآله، بتأليف السيد أحمد الحسن وصي ورسول الإمام المهدي، وهو موجود ومنشور في المواقع الرسمية وكذلك في المكاتب والمنتديات اللي تابعة للدعوة المباركة. إذن من الضروري جدا البحث عن معنى صحيح لختم النبوة والإرسال، تلتقي عنده النصوص الدينية كتابا وسنة، وكذلك تدفع به الشبهات جميعا، ومنها شبهة ارتباط المتغير بالثابت. فما ختم بعد رحيل محمد صلى الله عليه وآله هو الإرسال المباشر من الله تبارك وتعالى، وفتح بعد محمد صلى الله عليه وآله الإرسال والبعث منه. ولذلك نقف في زيارة للنبي صلى الله عليه وآله ونحن بجوار أمير المؤمنين، ونقول له: السلام عليك أيها الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل. هذه إثارة، أما التفصيل فهو لكتاب السيد أحمد الحسن روحي فداه. وبالتالي يمكن إجابة ارتباط الثابت والمتغير بالاعتقاد بخليفة الله في زمانك دائما وأبدا، والحمد لله رب العالمين. شكرا لكم دكتور، يعني البحث رائع ومميز وأيضا عميق، لعله الإخوة يتفقون معي في هذا الأمر. وأنا لا أدري يعني الوقت هل يسمح أم لا، لكن هناك تساؤلات كثيرة برزت، وأرى أيضا عند الإخوة أيضا هنالك تساؤلات، أنا وحدي عندي طن من التساؤلات حقيقة. قد أبدأها في مسألة ختم النبوة. جنابكم حصرت البحث في قضية ختم النبوة، يعني هل نفهم أو يفهم الإخوة الحضور منا أن هذه الإشكالية برزت بعد أن ختمت النبوة بنبينا محمد صلوات الله عليه وآله، أم أنه موجود قبل هذا الأمر؟ أنا قلت في بداية البحث أن هذا الإشكال إشكال إنساني موجود منذ قدم، يعني منذ نشوء التفكير الفلسفي لدى الإنسان، لكن أنا ركزت على المفكرين الإسلاميين وأنهم لماذا تسربت هذه الإشكالية الفلسفية إلى الفكر الإسلامي. فكانت أحد المبتنيات الأساسية لنشوء الإشكال لدى المسلمين هو القول بانقطاع الوحي بعد. نعم، يعني فهمنا إذن الأمر هو موجود من قبل أن يكون قضية ختم النبوة. أيضا هنالك أسئلة، أن الناس يقترحون أنه منطقة فراغ، وناس تقترح أنه تسوي قانون يعوض عن القانون الرئيسي، وبالتالي يعني وجدت أن الجماعة يريدون أن يملؤون مكان المعصوم. هل يملأ مكان المعصوم؟ ممكن أن يأتي من يملأ مكان المعصوم؟ أبدا، يعني كونه مختار من الله سبحانه وتعالى وكون الآخر لم يختاره الله، يكفي هذا للفرق بين من اختاره الله وبين. أيضا قضية الإرسال يعني ربما لم توضح للأخوة السادة الحضور، يعني هل الإرسال مستمر؟ نعم، بالنسبة الإرسال حالة حال النبوة. نعم، إذا استطعنا أن نفسر الختم بمعنى آخر غير المعنى اللي فهموه، فالنبوة أو البعث على مستوى التنبؤ من الله وعلى مستوى الإرسال أيضا مستمر. وعندنا صريح روايات كثيرة تقول أن
آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم، هم رسل من محمد صلى الله عليه وآله. نعم، هذه نقطة جديدة مضافة. سؤال أخير لعله يمكن الأخوة عندهم أسئلة، الشيخ صادق عنده سؤال، لكن أنا ضالب نفسي سؤال حقيقة. يقول إمام الصادق سلام الله عليه: حاجهم بليلة القدر، ماذا تعني لك هذه العبارة؟ حاجهم بليلة القدر أو بسورة القدر تقصد؟ نعم، بسورة القدر عفوا. بسورة القدر، يعني هي يكفي واحدة من الومضات اللي أشار لها السيد أحمد الحسن صلوات الله وسلامه عليه، أن ليلة القدر أو أن سورة القدر تدل على أن هناك تنزل من الملائكة مستمر إلى اليوم الأخير. نعم، وبالتالي يصير هذا دافع لأن يتساءل الإنسان على من تتنزل بعد محمد صلى الله عليه وآله، وإذا كانت لا تتنزل على من خصهم رسول الله في وصيته أنهم أوصياؤه وأنهم عترته، إذن تتنزل على الآخرين. أحسنتم دكتور. نعم، أحسنتم. نأخذ سؤال الشيخ صادق. نعم، أستاذ نقدر نستأذن من الأخ المخرج إذا بها مجال فدقيقتين. نعم، ثلاثة. نعم، البحث رائع حقيقة، إحنا كنا نحتاج وقت أطول. نعم شيخنا، تفضل. الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الحقيقة شكرا لك دكتور على هذا البحث القيم، إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يزيدك من فضله. الحقيقة تولد لدي إشكال من خلال بعض الطرح، وفعلا إشكال يراد إجابة عليه. قدمت قلت أن الإنسان متغير والدين ثابت، وأيضا في نهاية البحث يعني قد أعطيت رمزا أنه هنالك قانون وهو الدين القانون الثابت، وأيضا الشق الآخر وهو المنفذ. المنفذ هو إنسان، وأنت قدمت وقلت الإنسان متغير، فكيف يتوافق المتغير مع الثابت بهذا الترابط؟ نعم، يعني هذا إشكال. نعم، خاصة أنه ما ورد عن آل محمد أنهم بكم أو بنا أوتد الله الأرض. نعم، فهم موصفين على أنهم هم أهل الثبات. نعم، فكيف نتبع هذا الإشكال؟ وصل السؤال، شكرا شيخنا. ممكن أنا أيضا معذرة من الشيخ، يعني هو السؤال بي بعد أنا أعرفه، لكن أخذنا الفكرة. نعم دكتور. أنا أيضا أشكر الشيخ صادق على هذا التساؤل. هذا في يعني ربما يصح مثل هذا التساؤل لو أمكن أن نجد حالة إثنينية بين القانون الإلهي والخبير القانوني. أما إذا يعني ارتقى الخبير القانوني أن يكون هو القانون نفسه، أن يكون هو الدين نفسه. المحمد لا توجد إثنينية بينهم وبين القرآن، ولذلك هم القرآن ولكنه الناطق الذي يستطيع أن يترجم ويبين النصوص الساكتة ويحولها إلى وقائع حية. فكل واحد منهم هو قرآن بحد ذاته، وهو الخبير صحيح لكنه هو القانون نفسه. لذلك من التوى على واحد منهم التوى على الله تبارك. أحسنتم دكتور، وهو في حقيقته هو الاصطفاء. شكرا لكم دكتور، وبحث رائع، وإن شاء الله نتمنى في ملتقات ما نقدر بعد نأخذ الأسئلة لأنه الوقت نفذ، فيعذرون الأخوة الحضور جميعا، وهنالك مزيد من الأسئلة أدري. فدكتور إحنا نشكرك شكر جزيل على هذا البحث، وتعبت حقيقة والجوهر عليك، شكرا جزيلا. سادة الحضور الكرام، يعني سنباشر في توزيع هذا الاستفتاء على حضراتكم. أستاذ ممكن، جزاك الله خير. نتمنى أيضا من الأخوة الحضور الكرام جميعا أن يرفدونا بكثير من هذه البحوث الرائعة والمميزة، ونسأل الله تعالى أن يوفق الجميع ويسددهم، ويعذرونا اليوم شوية طولنا عليكم، فجزاكم الله خير جزاء المحسنين. حتى نلقاكم في أسبوع قادم، نستودعكم الله وفي أمانه ورعايته وحفظه. اللهم صل على محمد وآل محمد، الأئمة والمهديين، وسلم تسليما كثيرا.